أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين أن المبالغة في إنكار الدين وتعاليمه أدت إلى تفاقم الأزمات التي تخيم على إنسان العصر الحديث في الشرق والغرب. وأضاف شيخ الأزهر خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو كونفرنس أن الأزهر يسعى بالتعاون مع المؤسسات الدينية الأخرى من أجل إحياء ثقافة الحوار والتعارف بين أتباع الأديان لترسيخ مبدأ السلام والتعايش السلمية في إطار تحقيق السلم والأمن الدوليين. لا يخاملني أدنى شك في أن هذه الأزمات التي تخيم على إنسان العصر الحديث هنا في الشرق وتزحف الآن بقوة لتضيق عليه الخناق في الغرب ما كان لها أن تكون لو أن حضارتنا الحديثة وثقافتنا المعاصرة لم تبالغ في التنكر للدين ولم تلق به وبتعاليمه وراء ظهرها، ولو أنها تعلمت من هدي السماء حرمة الدماء وقيمة العدل ومحوريته في استقرار الأفراد والمجتمعات. وإنا نحن المؤمنين بالله لا يسعنا إزاء هذه الأزمات إلا أن نواصل الدعوة إلى نشر السلام والمحبة بين الشعوب قدر المستطاع، وألا نتقاعس عن التصدي لخطاب الكراهية بين الناس واستغلال الأديان والمذاهب في إشعال الحروب بين الشعوب وبث الخوف والرعب في قلوب الآمنين. وهذا ما سعى ويسعى إليه الأزهر الشريف بالتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الغربية والشرقية والمؤسسات الدينية الأخرى من أجل إحياء ثقافة الحوار والتعارف بين أتباع الأديان وترسيخ مبدأ السلام والتعايش السلمي.